راه شو الفنانه في ديك منصور الذهبي نتوما؟ لا في نفس القسم، ماشي في القسم. كنت انا ودنيا باطمه في قسم واحد. قرات معاك باطمه؟ ما كانش كتقولوا انا عاري ديك الساعه. لا لا ديك الساعه ما خرجاتش. دنيا باطمه ما تلاقيتش بها من ذاك الوقت، ما لاقاتناش الوقت. عاودنا تلاقينا من بعد شي عامين. وكنت تلاقينا وكانت ديك الساعه حقات النجاح ديالها وهذا وفرحت ليها وهذا. من بعد ما بقيناش تلاقينا وباقي نعقل، كانت قريبه ليا بزاف. كنا حنا واحد كنديروا الفن، كنتوا معروفين في الليسي، انه من النجوم ديال الليسي. واحد الفن ديالنا بوحدنا حنا، ودرنا واحد المسرحيه سميتها تفاهات. مسرحيه واحده اللي درت كانت لعبت فيها دنيا باطمه، وكان لعبت فيها انا ولعبوا فيها شي اصدقاء من الليسي كل واحد دابا. وكي كانت هي في التمثيل مزيان؟ مزيان صراحه، كانت مزيان، وكان صوتها من احسن الاصوات اللي كاينين في الليسي ذاك الوقت، وكان كلشي كيتمنى ليها ولا كلشي كيشوف فيها انها غتكون. كنت تشوفوا فيها غادي تكون كانت باينه.